النهارده يا فندم ان احنا نفتتح مع حضرتك عدد 3 مصانع كنموذج للمصانع اللي تم دعمها او مشاركتها من المبادره داخل مجمع غرب جرجا. معاك المستثمر محمد احمد محمد عبد اللطيف، اول مستثمر يا فندم في المجمع الصناعي غرب جرجا. متوسط المرتبات اللي انت بتدفعها كام للشباب اللي عندك؟ بيبدا من 2000 يا فندم، بيبدا من 2000، كل شاب على حسب مهنته في المصنع. وطبعا كل ما هتنجح هتحسن اكتر، لكن انا بقول لاهل الصعيد هنا مش سوهاج بس، احنا نقدر نعمل قد المجمع ده 20 مجمع. انا احمد عنتر من محافظة اسيوط، انا مصنع الاعلاف. بقول لك ايه، كم واحد شغال عندك؟ 25 عامل. طب بتدي مرتبات كام يا احمد؟ من 3000 ونص الى 7000. ما شاء الله، كويس قوي. حضرتك كريس قلت لنا ابداوا في مؤتمر الصناعات اللي فات، واحنا بدأنا بالفعل بالشراكة مع شركة ابدأ للتنمية الصناعية، وعملنا لأهالينا في صهاج في غرب جرجا أول مشروع لصناعة الفندي والكوتشي في الصعيد. لما بسأل على أرقام عدد اللي بيشتغل أو كم بيقبض، ببقى عايز ألفت النظر للناس إن قد إيه لو إحنا قدرنا نتوسع ونيسر للناس ونخليهم يبدأوا ويشتغلوا كده، احنا هنساهم مساهمة كبيرة جدا، اولا بان يطلع منتج الناس تستفيد منه.